مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في كلمة عن الشروع في القيام بتعديلات عاجلة للوزارات وخاصة الخدمية منها، والتحقيق مع كل الموظفين العاملين الذين طالتهم تهم فساد، وطالب المصرف المركزي بممارسة اختصاصاته الأصيلة. كما أعلن عن تأسيس صندوق التعويضات لجبر الضرر وإعادة أعمار المناطق المتضررة من الحرب. البدء في إجراء تعديلات عاجلة للوزارات الحكومية وبالأخص الخدمية منها، وإجراء تعديل وزاري على أساس وحيد وهو الكفاءة والقدرة، طهارة اليد ونظافة المسلك. دعوة المؤسسة القضائية المحترمة ومكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات لازمة وحاسمة بالتحقيق مع كل موظف عام طالته اتهامات بالفساد. احنا نلتزم بإعادة أو مواصلة العمل على الإصلاحات الاقتصادية وحماية العمدة الوطنية من المضاربات، وهذا يقودنا طبعا إلى مطالبة المصرف المركزي لممارسة اختصاصاته الأصيلة من حل مشاكل السيولة وتوفيرها للمواطن في كافة أرجاء ليبيا، في معالجة سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي لأن هذا أحد أسباب الفساد الرئيسية. كذلك تحمل المصرف المركزي مسؤولياته واختصاصاته في تحديد آليات الاستيراد حتى لا نضطر نحن كسلطة تنفيذية لمخالفة القانون كما حدث في السابق، والآن الناس بضائعها في المنافذ. تنشيط وتفعيل الاقتصاد الوطني، معالجة مختنقاته وتوفير فرص العمل، محاربة الاحتكار والظواهر السلبية، تأسيس صندوق التعويضات لجبر الضرر وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب. بدأنا بلجان حصر الأضرار وسيتم توفير ميزانيات لهذه المناطق حتى يتم إعادة إعمارها وعودة البنى والخدمات الأساسية لهذه المناطق، وحتى الناس ترجع لبيوتها، وتفعيل آليات حتى يمكن للناس هذه أن تتحصل على الدعم اللازم من الدولة بحيث أن تقوم بالعمل هذا. في سياق متصل، نوه السراج في كلمته بأزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد، وأعلن عن خطة قصيرة المدى بصيانة وحدات بعدد من المحطات وإعادة 1000 ميجاوات للشبكة خلال 4 أشهر، كما نوه بالوضع الذي يعيشه قطاع النفط وحذر من العجز في دفع المرتبات. بوضع خطة قصيرة المدى تبدأ بصيانة وإجراء عمارات لوحدات بمحطات مختلفة، سيتيح إعادة 1000 ميجاوات للخدمة وإدخالها للشبكة خلال 4 شهور. منها مشروع الخمس الاستعجالي اللي هي فيها وحدتين ما يقارب 500 ميجا، نتوقع أن هي في نهاية شهر 9 ترجع للشغل للعمل أو تدخل الشبكة. النقطة الثانية استكمال أوباري الغازية في المحطة في الوحدة الأولى والثانية اللي حترجع للخدمة أو دخل الخدمة 300 ميجا، يعني نتحدث على 1800 ميجا ممكن نتحصل عليهم خلال 4 شهور. بدأنا في موضوع الخطة المتوسطة في 3 المشروعات اللي هي متعاقد عليها، محطة غرب طرابلس الغازية ومحطة بصرات الغازية ومحطة طبرق اللي هي كما ذكرنا في إجماليها 2000 ميجا. بدأت بالفعل المفاوضات مع المقاولين فيها يعني إيجابية هذه المفاوضات، لكن للأسف حماقات البعض وغباء البعض واستجابة البعض أحيانا لأجندات خارجية تقوده إلى تجويع شعبه، وهذا ما يقوم به الآن اللي سكر النفط لمدة 8 شهور. بالتأكيد قفل النفط يؤدي إلى أزمات اقتصادية قد نصل إلى درجة نعجز حتى لدفع مرتبات موظفينا وأبنائنا في كافة المؤسسات الليبية. وفيما يتعلق بالعنف الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية في طرابلس، قال سراج أن عددا من المندسين المسلحين كانوا ضمن المحتجين المطالبين بحقوق مشروعة، رافضا أعمال التخريب التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة. هناك أطراف أخرى اندست بين المحتجين اللي كانت عندهم ممكن رغبات أو عندهم انتقادات أو عندهم مطالبات حقيقية، سواء كانت بمستوى المعيشة أو الخدمات أو الكهرباء أو الرواتب أو السيولة أو إلى 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 آخره من هذه المطالب اللي هي مطالب مشروعة جدا، ونحن واجبنا الاستجابة لهذه المطالب. لكن للأسف إنما حدث بالأمس
مجموعات اندست بين هؤلاء المتظاهرين، بعض منهم كانوا مسلحين، وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وهذا ما لن نقبله. نأمر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة بتأمين المتظاهرين وحمايتهم في حال استكمال إجراءاتهم وحصولهم على التصريح والأذونات اللازمة للقيام بذلك، وعدم التدخل إلا ضد المخربين الذين يجب أن يلفظهم ويرفضهم المتظاهرون أنفسهم. نظم العاملون بقطاع الصحة ببلدية حي الأندلس وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية على خلفية ما اعتبروه ظلما مسلطا عليهم بعد الخصم من مرتباتهم عن أشهر إبريل ومايو ويونيو 2020 وحجب مرتب شهر ديسمبر من سنة 2019، وشددوا على إقفالهم لجميع المرافق الصحية بالبلدية إلى حين صرف جميع مرتبات العاملين في حينها وعدم الخصم منها والإفراج عن مرتبهم، إلى جانب صرف مرتبات العاملين بالقطاع من سنة 2014. في موضوع آخر، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في اجتماعه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة عن أمله في فتح الحقول والموانئ النفطية والسماح للمؤسسة بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة واستئناف عمليات الإنتاج من جديد، مؤكدا على حيادية المؤسسة وضرورة إبعادها عن كل التجاذبات السياسية. ومن جهته أكد صنعلة على ضرورة فك الحصار المفروض عن الحقول والموانئ النفطية والسماح باستئناف الإنتاج لإنعاش خزينة الدولة في أقرب وقت. بمناسبة إحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نظمت جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة ملتقى لدعم التوعية حول أهمية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات. نتابع أسبوع هدايا، يعني دعم للتوعية، فنتمنى من الكل ومن الجميع أنهم يدعموا الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد عديدة ومهمة جدا جدا لمناعة تقوية مناعة الطفل، أحسن من اللبن البديل إلا البديل إلى قدر الله في بعض مشاكل صحية. وقبل أن نختم هذا الموجز، إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة اليوم للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات. بهذا وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.